اي بويز، معكم موروكو سامبا اتش دي. الى بغيتي تسيبورتيني باش نكملو في هاد لي سيري، بليز يوز كود انجيروكس في الايتم شوب ديال فورتنايت باتل رويال. وكنبغي نوجه واحد ديديكاس كبيره للتيم ديال اطلس وكاع لي مومبر اللي فيها. بيس جايز. الله عليك يا الوالد، الله يرحمك. وهذا الوالد هذا سقرام، جابوا لي الله عايش معاه في الدنيا هذه. ايوا الله يسهل عليك، الله يسهل عليك. اش كتبيع؟ اش كتبيع بالضبط؟ ندير معاه، بقيتي فيا واثرتي فيا اخويا، اثرتي فيا، ندير معاك واحد مزيان. انا اخويا راه خلات لي الوالده الوالد جيت خدمت على الراس وبقيتي علينا وبقيتي علينا بقيتي علينا من بلادنا والو. في الاخر خدمتي مع الدوله ما كناش كنتوقعوا منك. شحال الخطا اسيدي؟ كنقلب على شي حد سميتو سي سامبا هنا، شاف ولا ما عرفتش شكون، ما عرفتش. سي سامبا، انا نشوف. الله يحفظك بيتي، قول لي باك سي بانانا. الله، بغينا نشبعوا في هاد الكريشه هادي، ضربوا لينا شويه الفشار، عمروا الكريشه. الله، مازال ما جا هاد البنان هذا، عصبني اليوم. اوف. سي جلالي سير في حالاتك. سي بنانا، شاد الوقت درنا ثلاثة جيتي مع خمسة، منيتك سي بنانا؟ المهم شوف سي بنانا، المسامح كريم، اليوم أول نهار ديالك في الخدمة، هانية غادي نسامحوك. أنت شوف هذا هو البروجي اللي دويت عليك، خلاته لي الوالد الله يرحمه، سميتو سيبير الحاج معطي. هذا سيبير خلاته لي الوالده، غادي تكلف به نتايا، ما كنجيش هنايا. وعسى الدو، انت شوف بي سي جيمر اخر جينيراسيون، ها هو كارت جرافيك جي تي اكس 7600، هاو داكشي ناضي اخويا. المهم غادي تكلف لي، غتكلف لي هنايا، غنعطيك السويرتات وقت ما بغيتي تجي، غادي تجي ان شاء الله، غدير لي الحراسه على دوك البراش اللي كتبقاو يترطاو هنايا، كيجيو راه دير لهم 60 ريال نص ساعه. المهم انا ثقت فيك وغادي تنجح لي هذا البروجي هذا، وانا راه خدام مع الوالد في الشركه، دويت معاه وبغى يخدمك في الشركه، ولكن انا قلت ما نخدمكش معايا في الشركه، تاخذ على المشاكل، عطيتك هذا بوحدك تهلا فيه، هادشي كامل تهلا فيه بوحدك. صافي سي بنانا، صافي تحت امرك. يلا نخليك سي بنانا، راهي طوموبيلتي حاطه ليها، حاطه ليها، جيت اليوم بالالف الهركات صاحبي، ما طوموبيل ما والو. صافي تهلا سي بنانا، نبقى نعطيك التفاصيل ان شاء الله. الله يسهل عليك، الله يجازيك بالخير. صافي تهلا لينا في البلاصه، نهاني السام. الله يعاونك. طاري مسكينة مشات ريبت لي الدولة، الله يكاليهم. 20 عام وانا كنت عدب باش نبني فيها، وانا والواليد والواليد وانا خرجت تحلت بيه ليا مع السي سامبا، عايش عندو ديك الشركة وكنت بهدل تماك. مشي مسكين قهروا الله على طاري الله. شو الكرسي مسكين كله كل هالشي القديم. هذه هي طارق. ايوا اش غادي ندير؟ شكون هذاك؟ 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 شكون هذاك؟
فين سيدي بنانا لاباس لاباس فين هان لاباس دلتي عنا يا انا والو يلا خدمنا خدمه كنت خلص طبيعه الله وصافي سلام بدر فيه خير سام شوف سام بدر فيه خير انا عارف السيد هذا ماشي هذاك اللي ملياردير اسمعني ملياردير يما والدي قال ما تشتش حدا انتبهوا عليه بانان اسمعني بنتي خدام عندي كا بانان انا اول اللي فهمت بحال قلت لك واش شاف تما كذا انت راه كابر معانا زعما فهمتي غنقول ليه بلان زوين غنصبوا عليه عند الدولي ديالك داك الشيء اللي عند الدولي ديالك والله والله تحشوم الدولي خاطر الجرى العقلاني ما كافيانيش يعني اسمعني شو الدولة اش دارت لك وهي وبا خدام مع الدولة يعني با هو اللي دار لي هذا الشيء ايه وبا هو اللي دار لك تبع لي ودي لي فلوسه عطيني كيف غندير تندي لي نسيني الاوراق زعما ولا شنو اه كاين شي اوراق اوراقات انت طبعا اوراقات ندي لي الكوفر يا حل لي الكوفر كوفر ديال الفلوس ديال الكوفر اه انت فين انت كاين صافي صافي فكرة زوينة هذه والله عطيني غير هاد لي سات جوغ سي جوغ نتكاش نبقى اي 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 عينا صاحبي كي اللي ونسني في الدار الملال مش نعيط على بنانا صاحبي مش نعيط عليه الو وي وي اجي اجي عندي دابا اجي الكبيتة بيتا والصوصيس زايا سي بنانا دخل 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 راه كنتسناك دخل اصاحبي دخل تونسني دخل وجدت لك احسن كوتليت واحسن كفتة صاحبي الهربة الهربة اخويا الهربة الله 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 ترى زايا زايا صاحبي زايا كفتة وزايا كوتليت خد خد لك شي بلايص عليه خد لك شي بلايص عليه ريح سير ريح عاد شوف احسن كوتليت اصاحبي احسن كوتليت كي جاتك ديك الكبيتة كي جاتك لا حياك شبعنا شبعنا اليوم صاحبي وبزاف ديال المشاريع كاينين كونتينرات اللي جاو من واخويا الوالد تكلف بداك الشيء كامل ودابا اش مشي واش خليني صاحبي اش مشي واش خليني باغي اللي ونسني انا الحاج راه عاطيني داك الكواريج جالس فيه وركعه صاحبي نهار بلا بك كيدوز خايبه صاحبي عرفتي شنو والله شنو تبعني 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 نجي عندك السلام هاد البيت هذا الشيء واو داير ما البيت سي سامبا هذا بيتك تطلع لا 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 انا المستوى ديالي ماشي هنا وغنتقل عليك والله حتى بيتك هذا سي بان انا انت شوف المناظر شوف كل شيء كاين هنا كل شيء موجود ها انت شوف عاد تسكن معايا حيت اخويا اخويا انت وليتي بحال خويا ما نقدرش نتفرق عليك وعاد تونسني بزاف عشيري انت غنخلي لك السوارد ديال الدار وقت ما بغيتي واي واحد بغيتي تجيبو هنايا واي حاجه بغيتي ديرها ديرها سي بنان صافي لا تخلف عليك سي سام يلا انا نخليك تبدل حوايجك وغنهبط لتحت وانا نوجد لك شي انا نوجد لك شي كاس ديال شاي صافي صافي سي سام الله يجزاك عرقنا صاحبي عرقنا اليوم ويلي 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 ماتش زوين هذا صاحبي انا خاطرك بالرباك 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 الله شكرا سي بنانا قرع عليا قرع عليا قرع ما كاين عقرع عشيري انت شوف والله انت عشيري يا صاحبي عمري لقيت شي اخ بحالو انت شوف شوف غدا عدوز عندي مع الصباح واحد الافير واحد الخدمه نعطيها لك ما كاين من احسن منك باش تولى هذه الخدمه بوكو العاق الفلوس 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 غتولي الفلوس ما كتهشرش لا لا والو والو سي سامبا المهم المهم قلت لك كاينه واحد لافير صاحبي الهربه الهربه اخويا ولكن المهمه ديالك نتايا تولى ليا بها عزلتك نتايا صافي قبل
كون هنا الاتصال. يلا 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 على الطوبيس كيتسنانا يلا. لا لا لا. كل هموم كل احزان كل شي كيهوم في هذا الزمان غير برضات الوليدة رضات الوليدة رضاك